صباح الخير صحباتي الاعزاء، كنتمنى تكونوا كلكم على خير وبخير. في هذا الفيديو ديال اليوم غادي نشارك معكم واحد النهار اللي كندي فيه دنيا المدرسه وكنبقىنا في الدار وكنبغي نتهلا غير فراسي وصافي. اول حاجه غادي نديرها هو انني غنغسل البشره ديالي بهذا الغسول ديال فيشي من فيشي نورما ديرم اللي معروف هو البشره الدهنيه، وبهذا لابغوس هذه من عند لا مارك بي ام دي اللي كنت وصلت بها شحال هذا، ومن نهار توصلت بها وانا كنستعملها رائعه البنات. الغسل الوجه زوينه بزاف، كتغسليها بسهوله، وبالنسبه للحجرات من نهار وصلتي مع عمري بدلتهم، يعني الحجرات هي منين كتبدل زعما كديروا لها الحجرات كتصبر مده طويله. كنغسلوها وكنشفوها وصافي كتبقى نقيه ومستعدين باش نستعملوها مره اخرى. فيها بلاصه اللي فيها سنينات اللي الغسل الوجه، والبلاصه اللورانيه اللي الا بغينا نديروا الكريم ولا السيروم نديروا به مساج للبشره. المهم البنات نخليها لكم في لاباغ دانفو لانها رائعه، وكتسولوني عليها بزاف بزاف في الانستغرام. المهم انا نخلي لكم اللين ديالها اللي كنتو مهتمين بها، وبالنسبه للبنات اللي كتسولوني عليها. ثاني حاجه من بعد ما كنغسل وجهي البنات كنجي كنوجد قهوه، قهوه حليب، لان هذا الفطور الثانيه من الاول راني ما سجلتوش لكم لاني كنت مزروبه، كيت خبيزه وزويته وصافي واتاي. من بعد عاد باش كندير الفطور الثاني فاش كنكون في الدار. نورمالمون فاش كنبغي نتهلا فراسي كندير كريب ولا كندير كوفريس ولا كندير بانكيك، ولكن هاد المره صراحه ما بغيتش زعما نتعب راسي، لهذا اصلا ما كنتش صراحه عندي الكلان ناكل داكشي، لهذا هزيت غير هاد البان شوكولاتي وهزيت درت قهوه حليب دغيا وصافي، وجيت نريح لاني عندي واحد الخدمه وبغيت نحيدها عليا عاد باش نبدا ديك الساعه نتهلا فراسي ونخرج وانا مرتاحه. صافي البنات كنشرب القهوه ديالي وانا كنوجد يعني شنو خصني ندير، كنرتب افكاري. كما كتعرفوا دابا عندي هاد القضيه ديال الزيوفه، البنات ما كتعرفوش راني عندي واحد لاباج في انستغرام اللي كنبيع فيها الزيوفه اللي اسميتها دانيا شوب. بزاف ديال البنات منكم راكم عارفينها وخديتو من عندي وشريتو من عندي المره الاولى والثانيه، يعني وليتو كليانات، ولكن الناس اكثريه الناس اللي ما عندهمش انستغرام باقي ما سقطوش الخبر. لهذا دابا هذه هي الخدمه ديالي، كنخدم شويه على الالوان، شمن كوليكسيون تدخل جديده، شمن توب يدخل جديد، في نفس الوقت كنرتب شمن الا طاحت عليا شي فكره ديال الفيديوهات كنقيدها في داك البلانير اللي عندي هنا القدام، ديك الورقه اللي شفتو مخرجاها من الانترنت. الا بغيتو نعطيكم تيمبريميوهم، خليكم ليا في لاباغ دانفو لو بغيتو تخرجوهم. خرج ديال 12 شهر باش كل شهر كتكتبي في المربع داكشي اللي غديري هاد النهار ولا الغد ليه، ولهذا على هاد الحساب كنمشي كنورغانيزي راسي وصافي كنفطر، وكان كيما قلت لكم كنورغانيزي خدمتي وخدمتي ويوتيوب وكل شيء. صراحة اكثر حاجه زوينه البنات اللي بغيت اورغانيزيو راسكم هي الكتابه. انا كنت كتبوا داكشي انا واخا تنكتب في التليفون واخا هذا، ولكن سبحان الله تعجبني الورق. شفتوا هادو هما الورق البنات اللي قلت لكم كنخرجو من الانترنت، يعني احسن حاجه عندي هو نكتب داكشي في الورقه اورغانيزي. فين ما تلفت وعرفت راسي دخت وما بقيتش عارفه اش غندير الغد ولا النهار اللي موراه، كنجي البلانير ديالي وكنشوف شنو الافكار اللي كانت عندي النهار اللي فات وهذا، وكيجيني زعما الالهام انني نخدم هذا النهار ونعرف راسي شنو كندير. ولا تقدروا مثلا تبداو تبلانيو راسكم على اساس اليوم تفكروا شنو تبلاني، وان شاء الله غدا الصباح نحين شنو ديروا. لهذا الصباح ملي كتفيقوا ما كتلفوش وما كتضيعوش الوقت، كتبداو تحيدوا عليكم في الشغالات وحده بوحده حتى تدوز النهار، وانكم ديك النهار ما داش خاوي سينو خدمتوا فيه درتوا شي حاجه زعما غادي تنفعكم. صافي البنات من بعد ما كنسالي الخدمه ديالي كنجي باش نتهلا كما قلت لكم فراسي، وغنستعمل هذا الماسك هذا من عند سيفورا كوليكسيون. اللي عجبني البنات في هاد الماسكات هما انهم كيتحضروا في دقيقه واحده، تخيلوا في مينوت واحد صافي كتوجدوها. انا هنا ضفت عليها ما ورد، تقدروا تضيفوا عليها الماء ديال الشريب، ما كنصحكم ما تبقوش ديروا الماء البنات العادي سينو احسن الماء اللي كيكون ديال الشريب، وكتخلطوها صافي كديروها للبشره ديالكم وكتخليوها غير 5 دقائق. انا اختاريت البنات هذه ديال الكيوي، عندهم ديال الكوكو، عندهم ديال الكربون، وعندهم يمكن الا كان مبقيتش عقلت ديالها، المهم عندهم هادو كاملين. وانا اختار ديال الكيوي لانها كتحيد الامبوريساس من الوجه وكتماتيفيك الوجه، يعني الا مثلا البشره ديالي دهنيه كتحيد ليا ما كتبقاش دهنيه، وانتم غادي تشوفوا الريزلت في الاخر. المهم واللي زوينه هو انكم كتخليوها ومن بعد ملي كتنشف دابا تشوفوا كيفاش كتحيد. صراحه عجبتني بزاف بزاف بزاف، وفيها جوج استعمالات وماركي لك واحد الخطيط في هذاك السطيله يعني تالين تعمروا الماء، وكيعطوك حتى هذيك السباتولا ولا هذيك معلقه ولا شنو هي كتبقاو ديروا بها الماسك ديالكم، وكتخليوها البنات غير 5 دقائق صافي وكينشف. وهنا البنات غنستعمل حتى هو هذا الماسك هذا اللي يدين هو من عند كوليكسيون سيفورا. غتلقاهم البنات هاد المنتجات كلهم في سيفورا، وعندهم حتى ديال الرجلين كيف ما كتشوفوا يعني نفس الكونسيبت.
بالنسبه ديال اليدين البنات خديت ديال لافوكا، وديال الرجلين خديت لافاندا. ديال الرجلين كتخليو 20 دقيقه، وديال اليدين حتى ل 15 دقيقه. وديال اليدين البنات كيرطب وكيريباري اليدين، وديال الرجلين حتى هو باش تريحي رجليك وترطبيهم. ومن بعد البنات ملي كنسالي هادشي كنمشي نهبط نجمع مع البنات صحباتي، وكندخل الانستغرام ديالي والانستغرام ديال الناس اللي كيعجبوني يعني متبعاهم وداكشي. المهم تبرقيق، ولكن هنايا راني كنسجل لكم بالتليفون وهازا غير الكركاسه ديال التليفون لحقت شنو غنسى شنو كندير. انا عارفه راسي، لهذا سجلت لكم نيت داكشي اللي غادي نكون كندير نيت. راه حقاش سجلت لكم هاد القيطه، ولكن بعد زيت التليفون نيت درت هادشي اللي كتشوفوا دابا. من بعد كنحيد هاد الماسك هذا البنات اللي صراحه رائع جدا جدا جدا. عرفتوا كتحسوا بواحد الرطوبيه يا البنات خطيره 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 بزاف، ما عندي ما نقول عليه. ومن بعد غنحيد هذا الماسك هذا ديال كوليكسيون سيفورا اللي قلت لكم عليه. كما كتشوفوا ما عندي ما نقول، كيتحيد صراحه بسهوله بسهوله، وكتجي بحال اللي كتحيدي كتكون بحال واحد سبيسيا ديال الكوما ما عرفتش كيفاش. المهم راه كيبان لكم تقريبا، غنقرب لكم تشوفوا داكشي اللي حيد. صراحه اول مره نجرب شي ماسك بحال هذا، لهذا الا فيت لكم جربتوا هذا الماسك هذا مع كوليكسيون سيفورا خلوها لي في التعليق. وما تنساوش راني خليت لكم جميع الانفورماسيون في لا باغ دافو. ودابا غنجي باش نتهلا فراسي كندير الماكياج ديالي ونخرج. اول حاجه غنديرها هي هاد الكريم ديال كلينيك، وتا هي البنات خليها لكم في لا باغ دافو حتى هي توصلت بها شحال هذا، ولكن صافي سالات ليا. واش غنقول عليها؟ توب توب البنات، اكيد غنعاود نشريها، ولكن ماشي دابا، بغيت نجرب حاجات اخرين. من بعد غندير بروتكسيون سولار ديال لاروشي بوساي اللي تا هو هضرت لكم عليه في واحد الفيديو خاص. وكا كونسيلر غنستعمل هاد الكونسيلر مع الدماك اللي توصلت به ريغالو من عندهم، اللي هو تا هو رائع توصلت به شحال هذا راني شاركته معكم. غنتاني نشارك معكم هذا الكريم اساس اللي هي توصلت بها من عندهم، وتا هي جربتها ورائعه وهضرت لكم عليها، وكيعجبني نستعملها صراحه فاش كنكون خارجه. وبالنسبه للريفيرنس كنستعمل اني دبليو في 25 فيهم كاملين، في الكونسيلر كريم اساس وفي البولبوس. من بعد البنات كنصاوب حجباني، كنمشطهم واحد شويه بجيل ديال ميلاني، وكنمشطهم بالمشطه ديال الايسنس. وهنايا البنات هادو هما البولبوس، هما توصلت بهم هادو غير مؤخرا، ولكن استعملتهم جمرات ثلاثه وصراحه زوينين بزاف. توصلت بهم كادو من عند ماك، هما صراحه رائعين البنات، كيخليو زعما البشره ناشفه، ولكن ما كيبانش داكشي ناشف بزاف، سينو كيبان واحد الايفيكتو زوين. ومع دابا كما قلت لكم انا غادي نخرج هنا، غنبغي واحد الماكياج اللي يبقى ليا مشاد لي واحد المده معقوله. وهادشي كلشي كما قلت لكم غنخلي لكم في لا باغ دانفو ديال هاد المنتجات كلهم اللي غادي اللي استعملت، الا لقيت شي حاجه غنخلي لكم في لا باغ دانفو. بعدا نستعمل البنات هاد الفغاجو ديال ميلاني اللي شفتوه بالاحمر، تمسحات ليه السميه، ولكن ديال ميلاني كاع المنتجات ديال ميلاني غتلقاوهم في بريمور. وكهايلايتر غنستعمل هاد السومبره تاع وريتها لكم شحال من مره ديال ميكو بريفيلوسيون، اللي هي سومبره ديال العينين ولكن كنستعملها انا كهايلايتر للاسم ديالها فينالي. وبالنسبه للسومبره ديال العينين اللي كندير بهم غير الكسره ديال العين، هذه من عند هاد الباليطه هذه من لا مارك دبليو في 7 اللي هي تلقاوها في بريمور، ودايره غير رخيصه، دايره 5 اورو فاصله شي حاجه. وهنا غنستعمل السومبره هذه، كتعطي واحد الاضاءه كتحمق البنات ديال مايبلين، وكنظن لا خديتها ب 5 اورو يمكن فاصله شي حاجه ولا ما نعرف، ولكن عتيره فيها كانتيدات بزاف وزوينه رائعه، كتجيب الغوز ميتال. وكماسكارا غنستعمل ماسكارا المحبوبه ديالي اللي هي ديال اسينس هاد الغوز. المهم غتمشيو للستاند ديال اسينس، غتلقاوها البنات في دروني كيف ما قلت لكم، وغتلقاو ستاند ديال اسينس غتبان لكم هي يعني باينه لحقاش كاينه غير هي، ما كاينش وحده كتشبه ليها باللون غوز. وهنا استعملت هذا العكر هذا من عند بريمارك اللي كيجي العكر والقلم ديالو داير 4 اورو، اللون ديالو كيحمق كيف ما كتشوفوا. وغتلقاو في جميع بريماركات اللي كتمشيو ليهم، بريماركات يعني كاع بريمارك اللي كتلاقي عندكم. صافي من بعد ندير النضره ديالي وغادي نمشي نشوف شي حاجه توصلوني من عند الكوريوس. هاد الصباح البنات جا كوريوس جاب لي هاد الباكيتيس هادو، ولكن يلا غادي نفتحهم دابا قبل ما نلبس حوايجي. كما كتشوفوا صيفطوا لي طاليكا هاد المنتج هذا، اللي هو واحد هاد طاليكا اصلا معروفه البنات بمنتجات اللي هما خاصين بالشفر والحجبان، وبمناسبه 70 زعما الانيفرساريو 70 70 عام البنات ديال الانيفرساريو ديالهم، صيفطوا لي هاد المنتج هذا، يعني لانصاو هاد المنتج هذا للسوق، اللي هو واحد المنتج واحد تراتامينتو اللي كنديروه 30 يوم، وكيخلي الشفر ديالنا يزيدو حتى 36% في الطول، يعني اللي هو 2.1 اكثر من 2.1 مليمتر، وكيزيدو يعني يكون لون ادكن ب 50%، يعني اللي كان عندك كحلين كيزيدو كحالو. لهذا انا نخلي لكم في لا باغ دانفو وغادي نجربو من هنا 30 يوم ونتلاقاو ونقول لكم تجربتي معاه. وتوصلت حتى بهاد الكريمه من عند لا مارك مير روبوتيكا البنات، اللي كيستعملوا يعني مواد رائعه في الكريمات ديالهم، في المنتجات ديالهم كاملين. كما كتشوفوا واحد الماركه اللي هي ناتورال، وهاد الكريمه فيها 60 ميل، و
القرعه ديالها ديال الزاج، وداك الزاج كما كتشوفوا اللي ما كيدخلش الضوء خليوها في شي بلاصه كيدخل الضوء، يعني ما غاديش يتضرر المنتج. هذه واحد النقطه اللي لاحظتها وعجبتني بزاف. صيفطوا لي الكتاب بالعربيه وبالاسبانيول، واكيد ان شاء الله غادي نهضر لكم على هذه الماركه، وخصوصا على الكريمه لان هي اللي غادي نقدر نجرب. هذه الكريمه البنات فيها اسايتي ديال روسا موسكيتا، كما كتعرفوا روسا موسكيتا رائعه، كتحيد التجاعيد، كتنقص ليطاش، يعني فيها بزاف ديال الفوائد. فيها سيلولاس مادريس اللي جايين من النارنخة، فيها اكستراكتو دي جينكو بيلوبا، فيها فيتامين ا اي ا بي 5 و اش الاوميغا 3 والاوميغا 6 كما كتشوفوا. هادو يعني واحد المكونات اللي هما رائعه. بالنسبه للكريمه البنات كتبان لي واحد الكريمه اللي هي ثقيله، وسي جربتها جوج مرات، يعني من حق جابت وصلت بها ولكن كندير المونتاج وجربتها جوج المرات، رائعه. كديرها كتحس البشره كتشربها، ولكن ما نقدر نقول لكم عليها دابا حتى شي حاجه، ان شاء الله حتى نجربها وغندير لكم واحد الفيديو خاص باش نهضر لكم اكثر. ولهذا غنخلي لكم دابا غير ليان في لاباغ دانفو، لو تشوفوا هاد الماركه ولا كنتم مجربينها قولوا لي في التعليق نشوفكم واش جربتوها. بالنسبه للبنات اليوم غادي نلبس هاد البلايزر وهاد التيشيرت من عند بولاند بير اللي كنت شريتهم شحال هذا، وهاد لي زاكسسوار اللي توصلت بهم مؤخرا، باقي ما درت لكمش الفيديو من عند ايمانكو، ولكن غنخلي لكم في لاباغ دانفو اللي بغيتو تشوفوا هاد لي زاكسسوار اللي درت اليوم، والزيف من عند دانيا شوب اللي اختاريت الباج اللي كيجي مع كلشي، والسروال من ستراديفاريوس، والسبرديلا راني دخلت لكم الماركه ديالها في الانستغرام كتنسى ليا سميتها الصراحه. المهم هذه هي اللبسه البنات اللي لبست اليوم. وبالنسبه للبنات دابا ما نقدرش نسجل لكم، يعني كخرجت انا واحد صاحبتي غادي ندور وداكشي، الا سجلت لكم غادي تسمى في العشيه، ما غاديش يتسمى الروتين الصباحي. لهذا ابتداء دابا غادي تكون العشيه، وان شاء الله نتلاقاو في الروتين ان شاء الله، الروتين الليلي ان شاء الله ولا الروتين المسائي. وصافي خليت لكم الراحه، تهلاو في راسكم، كنتمنى من كل قلبي يكون عجبكم هذا الروتين، كنتمنى من كل قلبي يكون استفدتوا معايا بشي حاجه. قولوا لي حتى نتوما شنو هما المنتجات اللي كتستعملوا، ولا كنتو تنصحوني بشي منتجات للحبوب خليوها ليا في التعليق. بوسه كبيره لكم، وكنبغيكم بزاف بزاف بزاف، حتى نتلاقاو في فيديو ماجي ان شاء الله. تهلاو في راسكم بزاف بزاف بزاف، باي باي.